السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يحدث في تركيا؟ كل يوم زلزال عاجل، زلزال جديد يضرب تركيا بقوة 4.5 من 10 درجة على مقياس ريختر. اليوم الأربعاء 22 من فبراير 2023. لكن في البداية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تنسوا دعم هذا المقطع بالإعجاب، وإذا أردتم أن يصلكم كل جديد فاشتركوا في القناة. ضرب اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 زلزال جديد بقوة 4.5 من 10 درجة على مقياس ريختر، مدينة ديار بكر جنوبي تركيا. اليوم الأربعاء تشهد تركيا هزات ارتدادية منذ الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر يوم 6 من فبراير الجاري، وخلف نحو 50,000 قتيل في تركيا وسوريا، معظمهم في تركيا. وبحسب بيانات نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد، فإن 7184 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش قبل أسبوعين، وكان ذلك أمس. ارتفاع ضحايا زلزال تركيا، أعلنت أفاد أمس الثلاثاء ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال المدمر جنوبي البلاد إلى 42,310 أشخاص. تضررت 11 ولاية تركية من الزلزال، وهي قهرمان مرعش وغازي عنتاب وتشلي أوروفا وديار بكر وأضنة وإيدي يامان وعثمانية وهطاي وكليس وملاطية ولازيج. وفي 6 من فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت قوته 7.7 من 10 درجة على مقياس ريختر، والثاني 7.6 من 10 درجات على مقياس ريختر. تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين. وضرب أيضا مساء الاثنين الماضي زلزال بقوة 6.4 من 10 درجة على مقياس ريختر منطقة دفنة في هطاي التركية، وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو وفاة 6 أشخاص وإصابة 562 آخرين، بينهم 18 حالة حرجة جراء زلزال هطاي الذي وقع مساء الاثنين الماضي. كسرت الزلازل من علامات الساعة، وإنذار لنا جميعا لنخاف من الله سبحانه وتعالى ونخشاه حق الخشية. شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.